صور هناك يا فندم. احنا اصبحنا الضحية، يعني احنا ما حد ينقذنا. احنا الان في يعني مستنقع، في يعني اعتبرنا الان في جزيرة، يعني احنا نعتبر الان في جزيرة يعني بسبب هذا الماء. نرجو من الجهات المعنية والمنظمات العالمية وحقوق الانسان ان يلفتوا الينا بهذا النظر. يعني احنا اصبحنا الان محاصرين داخل ومهددين، حتى بيوتنا الان تشققت، بيوتنا الان بيوتنا تشققت من جميع الجهات. أهالي حارة الخير انقطع عليهم بسبب هذه السيول الجارفة التي حاصرتهم، انقطعت عليهم المواد الغذائية، انقطعت عليهم الماء الصحي، لا يستطيعون إدخال حتى الدب الماء إلى الأسر. أصبح الأطفال في حارة الخير المجرة في مأساة، لا يستطيعون التنقل. أصبحت عندنا حالة مرضية لم نستطيع إخراجها، لم نستطيع يعني إخراجها إلى المكان الصحي. أصبح الآلي في مأساة، في مأساة، وكل يوم تزداد المأساة. نناشد كل المنظمات الدولية، نناشد كل المؤسسات الدولية أن تنظر إلى أهالي حارة الخير المجرة بعين الاعتبار، بعين الرحمة، حيث كل يوم هناك وفيات، كل يوم هناك ازدياد المأساة. أصبح حتى عندنا الطلاب منقطعين المدرسة. Check again. How about the...